دابا غادي نهضروا على بلادنا. بلادنا باش بغيتي تشوف بلادنا، ما نهضرش عليها انا لا سياسيا ولا حتى شي حاجه، كنا راه حنا كنعرفوا مشاكل بلادنا، مي حاجه وحده هي اللي غنقدر نشوف اللي قريبه ليا هي لا طوندونس. لا طوندونس في بلادنا كيفاش دايره، شنو عندنا لا طوندونس ملي كتدخل اليوتيوب، شنو هي طوندونس؟ طوندونس هي شنو الناس كيشوفوا، شنو هما لي فيديو اللي كي اللي المجتمع ديالنا كيبغي. لما انت ملي كتبغي دير شي فيديو خاصك تشوف اشنو الناس كيبغيو، باش كيبغيو يتفرجوا فيه. واش حنا كنتفرجوا شي مواضيع ثقافيه؟ واش كنبغيو مواضيع سياسيه؟ واش كنبغيو مواضيع رياضيه؟ شنو كنبغيو فاش كنتفرجوا حنايا؟ شنو كنبغيو؟ اذا دخلتي لا طوندونس ديالنا شنو كتلقى فيها اللي اكثر اكثر عنده مشاهدات اكثر؟ واحد الجروب ديال الغنى سميتهم ديزي دروس، انا ما كنعرفش داكشي بزاف. عرفتي شحال عندهم ديال لي زابوني؟ هما لي زابوني هما الناس اللي مشاركين ومتابعينهم، عندهم 788,919 مشترك. راهم داروا اخيرا شي اغنيه، شحال تبعها؟ تبعها تفرج فيها 11 مليون وواحد، 11 مليون، 11 مليون في بلادنا. دونك هما راهم متصدرين، عندهم الصداره في لا طوندونس ديالنا في المغرب. شنو كيجي موراهم؟ كيجي واحد اخر سميتو علي صامد، عنده 1.5 مليون ديال المشاهدات، مليون و 600 المشاهدات. انا كنهضر لكم على نهار السبت، هذا السبت اللي راه حنا صابه فيه الشتا وربي راه رحمنا. شنو كنشوفوا حنا؟ شنو كنديروا في المجتمع ديالنا؟ في الدرجه الثالثه ولا في الصف الثالث جايه الراقصه نور ومول البندير فوق القعده في زفاف ماريا نديم. بصحتها ماريا نديم، الله يكمل عليها بخير، تزوجات، اهلا وسهلا. حنا شفنا مليون و 300,000 اللي مشاو كيتفرجوا في هذاك الشيء. حنا راه هادشي راه ماشي، واش حنا كنتفرجوا غير في الغنى وفي الشطح وفي المصايب وفي الفضايح؟ دونك وشحال عندها هاد الراقصه نور ومول البندير؟ عندهم 481,000 مشترك، 481,000 زعما واحد. وعاد جات لالا اللي كتقول حشرات، سميتها هذيك ساريكول، لالا الغزاله ساريكول، دارت شي حاجه سميتها حشرات. انا ما غاديش ندخل ليها وما غاديش نشوف، ما نعلق لا سلبي لا ايجابي، لان كل ما علقتي تفاعلتي سلبي ولا ايجابي، شاهدتي زدتي لها الفيديوهات ديالها كيطلعوا وهي كتخلص عليهم، ولا اللي كيطلقهم راه كيتخلص عليهم. شحال فيها 361,000 مشاهده؟ اش كتقول هذيك ساريكول؟ اش كتقول وحده لا مستوى لا مسخه، ما عندها حتى شي علاقه لا بالاسلام ديالنا لا بالدين ديالنا لا بالعروبه ديالنا لا بالمجتمع ديالنا والاخلاق ديالو اللي كبرنا عليها واللي تنعرفوها واللي بغينا وليداتنا يكبروا عليها. حتى المجتمع الاوروبي انا ما تنظنش حتى المجتمع الاوروبي راه فيه الناس المزيانين اللي راه ما غاديش يقدروا يشوفوا بحال داك الوسخ. المهم وشنو دايره دابا من مورها؟ هو دابا حشرات، حشرات. انا بلا ما ندخل نشوف راني متاكده راها كتعاير الناس اللي كيعايروها، ولا يهم ولا يهم. الا حشره كتعاير الناس وكتقول لهم حشرات، كقلك السفيه كينطق باللي فيه. اذا ما علاش حنايا كيمشيو الناس كيتفرجوا في بحال هذاك الشيء وكيشوفوا وكيعطيو قيمه وكيعطيو؟ راه عرفتي شنو هي هاد الطوندونس؟ راه هي مرآة المجتمع، مرآة المجتمع ديالنا هي الاغاني والشطيح والقعده ومول البندير ولالا ساريكول وويلي. شنو هاد الشيء زعما؟ راه حنا مجتمع ما عندنا حنايا، ولا يمكن الناس اللي ما عندهم شغل هما اللي كيتفرجوا في هاد الشيء؟ اللي ما عندوش شغل ما عنده ما يدار، ما عنده ما يدار، ما يمكنش نضيع وقتي في بحال هاد التفاهات. عرفتي شكون اللي كيجي مور هاد الحشرات ديال ساريكول؟ الشيخه جايه عندها 696,000 مشاهده. الشيخه واحد الشيخه قالت شي اغنيه يمكن زيد الملك زيد، ما جميم طافي ما نشوفش ما كيعجبنيش، ماشي مستوى. انا ماشي ضد الشيخات، الشيخات راهم في واحد الوقيته راهم كانوا كي المجتمع ديالنا راهم يديروا اغاني اللي كتدير الحماس وتعطي الشجاعه للمحاربين. منين كيقولوا راهم تيديروا اغاني اللي
فيها الكلمات مهم، عندها ان سوزونتوندو، عندها تلميح انك خصك تشجع وتمشي تحارب على بلادك وعلى ولادك وعلى هذا ارض الوطن ديالك. دونك انا شي با كونتر اللي كانت كتكون واحد الوقيته الشيخه كدير اغاني هادفه. بون دابا الشيخه راه كتغني على الملك ماشي مشكله، سا باس. عاد جاي تاني واحد الجروب سميتهم باد فلو، 727 الف مشاهده، وجاي موراها جروب اخر سميتو البنج، هذا كيبنج بنادم البنج، وشنو الاغنيه سميتها انيمال. البنج راه عارفين حنا البنج وانيمال الحيوانات. دونك شحال هادو عندهم 658 الف مشاهده. وعاد جاي جروب اخر سميتو ولا مغني سميتو سنيك، سنيك وكيقول لك انت يا مهبول، اغنيه يمكن سميتها انت يا مهبول. هاد السنيك شنو هي السنيك؟ سنيك يا حنش بلونغري، سنيك جروب حنش، حنش داخل في وسط المجتمع وتيقول لك انت مهبول، انت يا مهبول. شحال المشاهدات؟ 887 الف مشاهده. مور هاد الشيء كامل كيزينا، كيجينا السي المثلي، المثلي ديال مراكش، مثلي ديال مراكش شحال من عنده المشاهده؟ قال لك تصريح، واش هذا غتصرح؟ راه مثلي راه باين، راه باين اش غيصرح ليا اش غيقول، كيفاش غادي جوستيفي، كيفاش غادي يقنعني بداك اللباس اللي دار وديك الحاله ديالو؟ شنو 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 غادي شنو غتصرح كاع؟ دونك انا ما كندخلش لهذا الشيء. مي مجتمع حنا راه داخل، عرفتي شحال عنده المشاهدات؟ جوج المليون و 900، جوج المليون و 900 الف المشاهده. شوف تخيل جوج المليون ديالنا د المغاربه، جوج المليون الناس شدوا التليفون ديالهم ولا لورديناتور ديالهم وكليكاو باش يشوفوا التصريح. شنو غادي يصرح لك؟ غادي يقول لك راه تزادوا لك في الماندا، غادي يقول لنا شنو؟ غايقول لنا وليداتكم راه كلشي غادي ان شاء الله يقراو يخدموا، غادي يلقاو لي بوست فين يخدموا. شنو غادي يصرح؟ شنو غادي يصرح؟ غادي يخرج لنا الركن السادس ديال الاسلام؟ شنو غايقول لينا؟ شنو غايقول؟ اش غيصرح مثلي واحد معكر بحال المرا؟ شنو غادي يصرح ليك؟ غايقول لكم انا كنت متخفي، انا راني جاسوس ديال باش نشوف حكا في المغرب شنو كيتقال ولا شنو. شنو غادي يصرح واحد مثلي؟ واحد علاش نضيع وقتي وندخل نتفرج في داك الشيء؟ شتي المهم هذه لا طوندونس، انا كنقول ها لا طوندونس ديالنا في بلادنا. وجات موراه الاخت اسماء بيوتي، انا انا كنت كتعجبني واحد الوقيته ماشي مشكله بنت بلادي وهذا. ماما قالت لك ماما نهار جا راجلي خطبني ماما سخفات، علاش تسخف ماما؟ كنتي بايره ولا كنتي كطيري في الزنقه؟ وقلت الله جا لي يفكني منك. انا ما شفتش لا فيديو للامانه، انا ما شفتهاش وما ما سا ما انتريس با زعما ماشي. شوف في وسط لي فيديو د العيالات سا بي باسي، لا دخلتي شفتيها بون ضحكتي شويه ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل تفاجع على الخط. ولكن قلت لك ماما سخفت مع الراجل، علاش ماما كتسخف؟ يا تسخف يا جوج مصيبات، يا كنتي كارثه فوق راسها وراك كتقول الله جا اللي فكني منها، يا بايره بقيتي واحده لها في عنقها وخاص. بون انا راه ديجا ضحكني العنوان، ميرسي اسماء. ما كان زعما ما كنقول والو، ولكن انا غير كنقول ها لا طوندونس في مجتمعنا. دونك هذه اسماء عندها 540 الف المشاهدات، 540 الف مشاهدات على هذا الموضوع. جا زواج الفنانه نوره فتحي، نوره فتحي يمكن شي راقصه في راقصه ما عرفتش حتى منين سميتها، هذه 848 الف. واش حنا غنبقاو نتفرجوا غير في الاغاني المغنيين؟ ها دابا نبقاو نطلعوا فيهم وكنطلعوا الراقصات ونطلعوا هذا داك النهار الراقي الموسخ، ونطلعوا هذا اللي قتل، ونطلع ايوا راه بنادم خصنا نعرفوا، بغينا نعرفوا شنو كنشوفوا، شنو كنشوفوا. يوتيوب راها واحد لابلاتفورم اللي تعطي مرآة على المجتمع ديالنا، وهذا المجتمع زعما شنو كيشوف؟ لأن داكشي اللي كيشوف راه الناس داكشي اللي غيحطوا، بليس حنا غنزيدوا بليس ولادنا داكشي اللي غيبقاو يشوفوا. أن سيغتان مومون ما غاديش تلقى شي حاجة مفيدة في داك اليوتيوب نهائيا، غيبقاو غير الوسخ، وتا ولادنا غيبقاو يدخلوا يشوفوا غير داك الوسخ وداكشي. المهم مور مور الفنانه نوره فتحي جاي نيبه، نيبه قال لك عرض على الضياف. ايوا من بعد نيبه، شكون هاد نيبه؟ شكون هاد نيبه؟ انا بعد حتى شكلها ما كنبغيش نتفرج،
ما كنشوفش 708 الالف، وعاد كتجي من موراه لاله نعيمه قال لك 3 كيلو الكتاب. صح. شكون لاله نعيمه؟ هي ديال مربوحه تي في. هذه لا اخفي عليكم، انا براسي كنشوف، او انا ماشي راه انا غنمثل المجتمع، ولكن كنتفرجوا في هذيك منين بانت هاد مربوحه تي في، الناس عندهم اشتياق للعالم القروي، كنبغيو حنايا داك العالم القروي، وكنبغيو نشوفوا، لان حنا افتقدناه. كبرتي في المدينه قريتي وهذا ما عندنا، دونك منين وراونا اشنا كنتفرجوا فيها. حنا العيادات بعدا اكثريه كنتفرجوا، لان كدير لك الطبخ، انا كيعجبني مني كترقى الزيتون بواحد الطريقه زوينه بلديه ديالنا القديمه، راها غادا تمشي هذاك الشيء غايضيع. دونك منين دارت اون فيديو راها بحال ترسخت تكتبت، ما غنشوفهاش اليوم غنشوفها غدا، غيشوفها بنتي غتشوفها وليداتها. بون اون اسبير كو سافا كونتيني. دونك هذيك انايا راني كيعجبني نتفرج فيها دي فوا داك السخافات اللي تيكونوا. شوف حنايا ماشي، انا ما كنقولش عليهم سخافات، كيكون شي امومون كضحك يضحكوا كيقولوا شي حاجه كترفع الانسان، ولكن راه ماشي هذا هو اللي كنتظروا ديما من ديك مربوحه تي في. انا عجبني شخصيا، كيعجبني كي قلت كتطيب التريد، كتوريك كيفاش كي بحال دابا النهار داروا نهار فجع عيد كبير، وبقى باهم تيدير على الحولي تيقول لك كيفاش كيشريو هما الحواله وشنو كيوكلوهم، وتيقول لك زعما كيفاش دير. دونك كتعلم منهم شي حاجه، دونك كاينه فائده. انا ها هي راه نعيمه، لاله نعيمه والوالده ديالو كيبقاو يضحكوا ويهضروا بديك الشيء، حتى كيفكرنا في داك الهضره ديال القدام، زوينه كتعجبني. وسميتو بون اصدي دي مومون كيكونوا لحظات اللي ما المهم ماشي مشكله، مادام انه عامه كتخرج من داك الفيديو بواحد الفائده. انا البارح شفت واحد الاخت ان يوتيوبرز افكار من بيتي، يمكن حتى هي يمكن هضرت مسكينه على هاد لا طوندونس، هضرت على لا طوندونس. تعرف لو كان الكم ديال الانتقادات اللي خضات راه بزاف. انا قريت داك الشيء بقاو كيعايروها لواه لي يوتيوبرز في الاول، كيتمسكنوا كيطلبوا باش المشاهدين، كيطلبوا المشتركين، كيطلبوا هذا، وفي التالي منين كيوليو عندهم ديك الشيء كيبداو يسبوا في المجتمع. لا انا غير مبتدئه اي بورتون كنقول رايي، لان حنا بغينا مجتمعنا المراه ديالو تكون شي حاجه زوينه، تكون شي حاجه مفيده مفيده. انت عندك الطرواج جاي وعندك هذا، راه بزاف ما يتشاف، دير لوليداتك شي قراو، راه كاينين تما قنوات القرايه، دير شي حاجه بحال هكا. شتي فاش كتشوف شي موضوع كيهضر على المجتمع، شي موضوع واقع في البرلمان ديالنا كيهضروا عليه، راه مزيان نستافدوا نعرفوا. الانسان يقرا يتعلم بزاف ما يكون. كنتفرجوا في العيالات حنايا، ما نكروش خير العيالات اللي في يوتيوب، راه انا شخصيا كامراه استفدت. انا ما كناش كنعرفوا الطياب كامل، تعلمنا منهم بزاف. بعد هكا الراجل يتعلم يشوف شي حاجه يستفد منها، والمراه نفس الشيء، والوليدات نفس الشيء. كان خاصك منين نجي داخل الفيديو، علاش غندخل لهذا الفيديو؟ علاش غنتفرج فيها؟ ضروري غنخرج بواحد الاستفاده. واخا كاين اللي غتوريك وحده مشتريات، انا هي باغيه نشري ما عارفاش، ما كنعرفش. انا استفدت نهار خرج داك الي اكسبريس، كلشي بقى كيمشي ليه. انا شفت مليون الف فيديو تاع الي اكسبريس قبل ما نمشي ليه، لان كتستافد من الاخطاء ديال الناس. كيقول لك ها شنو خصك باش تشري، ها شنو خصك تدير، اتونسيون هذه الا شريتيها راه عندهم والو زيرو، هاد الحاجه راه زوينه راه الثمن ديالها. اذا كتستافد واخا مشتريات، ماشي راهم كيديروا العرض باش يفشروا علينا ولا باش بون. كاين اللي غتكون ماشي كلشي الناس بحال بحال، ولكن انا لا يهمني مادام انها كتقول لي شنو اللي خايب شنو اللي زوين غنتفرج. المهم هذيك السيده البارح افكار من بيتي راه دارت اون فيديو البارح، راهم ما نقولكش لي كومونتير ديال السبان وديك الشيء اللي مسكينه شافت، ما كنعرفش كيفاش دوزت الليله ديالها، واش ما كيهمهاش الامر. الطوميه ما تعطيش اهميه كبيره لهذاك الشيء، وتكمل العمل ديالها، لانها راه حتى هي استفدنا منها. الحق يقال بزاف اللي كتستافدوا منه، بزاف كاين بون. شي مرات كتبغي ما فيك ما تشوف شي حاجه مفيده، مي ما تكونش موسخه، ما يكونش المستوى هابط ديالها. المهم انا كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، ما نكونش راه ما كنفهم والو، غير انايا كيضرني قلبي ملي كنشوف المجتمع ديالنا المئات ديالو ما
المستوى ديالها هابط، حشومه علينا، حشومه علينا كعرب كمسلمين كهذا، ان مستوانا يهبط مؤخرا في الفيسبوك. في الفيسبوك انا درت اون باج فيها واحد لا فوتو ديال بنتي وبنات خواتاتي وداك الشيء. لو كان تعرف الكم الهائل ديال الرجال اللي دخلوا باش يتابوناو، باش يتابوناو في ديك لاباج، لو كان شافوا وجهي والله ما يتابوناو. اش غيديروا بمرأة عندها 60 عام؟ هذيك لا فوتو شحال جابت، وانا درتها حبا في بنتي وبنيات خواتاتي، ماشي باش ندير ليهم الاشهار ولا باش الكم الهائل. وشتي في ماسنجر، لا تتصوروا ولا تتخيلوا الكم ديال صافا. سلام عليك الزين، اش من زين، انا راه شارفه اش من زين. بلوكي بلوكي بلوكي. علاش حنا، علاش 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 حنايا الراجل؟ انا راني دابا علاش، هذيك غير تجربه، لان انا بنتي صغيره وقلتها لها، قلت لها شوف بنتي فاش كتدخلي ولد وانت حاطه تصويرتك صغيره، راها بنتي راها غادي يبغي غير يتفلى. علاش؟ واش حنا ما حنا ولادنا ماشي مسلمين؟ ما علمناهمش الاسلام ولادنا، ما علمناهمش راه حشومه داك الشيء. يمكن البنت يدخل عندها شاب لاباج ديالها، حطت موضوع مزيان ومفيد، دير جيم، دير لايك لاباج، دير اللي بغيتي، وصافا ما تصافا. سوقك فيها لا صافا ما صافاش، اش داك فيها خويا؟ بنتك اختك اش كتجيك؟ اش كتجيك؟ غير صافا وغير واحد الوسخ. يا واسف على المجتمع ديالنا، واسف واسف. حنا مسلمين ما بقيناش مسلمين، والله ما بقيناش مسلمين. يمكن شي نصارى عندهم الاحترام لبناتهم كتر منا. حنا ملي كتجي بنت راه كيشوف فيها غير الوسخ، ما كيشوفش في البنت شي مرا محترمه وراها غتكون ام، غتكون زوجه، غتكون هي اللي غتكون الاساس ديال المجتمع الجاي القادم، اللي غادي يكون هو مع ولادو، غتولد وليدات اللي غادي يعاشروا لولادو. غادي الا انت رجعتي ديك البنت موسخه، راه غادي يولي كل المجتمع موسخ، ولادك غيعيشوا في الوسخ. علاش انا بعدا تصدمت؟ ما كنتش منتظره، ورجال كبار، ورجال كبار. انا راني كندخل، شتي اللي كيكتب السي في، كندخل لاباج ديالو، كنشوف البروفيل ديالو، وراجل كبير صاحبي، مخلي مرتك وولادك وخدام عليا صافا مع البنات الصغار، حيت بانوا لك بنات صغار. هذيك راه عامره شارفه مور ديك لا التصويره. يلا زعما، وماشي غير ماشي غير، حتى العرب، حتى العرب. كيفك وانت سوقك، كيفي وانت مالك با، شغلك فيا. اش غنقول لكم؟ الله يرد بينا، نرجعوا لاسلامنا، نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا غير للعروبه ديالنا، الاصل ديالنا. راه حنا ملي كنا صغار ما كانش هذا الوسخ اللي ولا في بلادنا دابا. حشومه علينا، حشومه علينا. المهم كنتمنى، انا هذه كانت غير بغيت نعبر شنو كيضرني في خاطري على المجتمع ديالنا. المهم نتمنى يكون عندها شي دور، غير شي واحد، واخا تفيق غير واحد من القلبه، راه ربحوا فيه اجر وفيه حسنه. شكرا على المتابعه، ولو كان كل واحد يفيق راسو، يفيق واحد معاه في المجتمع، رحنا غادي رحنا نزيدوا قدام شي شويه. السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله نتلاقاو فيه، مع السلامه.